مرحبا بكم في معهد إشير، المتخصص في ورشات التعبير والتواصل بالفرنسيه اللي فتح الابواب ديالو في تطوان من بعد نجاح تجربه في طنجه لاكثر من 5 سنوات. بعد النجاح الكبير الذي حققه في مدينه طنجه، معهد إشير المتخصص في تعليم اللغه الفرنسيه الحيه يرحب بكم في فرعه الجديد بحي السكنه والتعمير بمدينه تطوان. بالنسبه لطريقه العمل ديالنا، فاحنا كنا مختصين فقط في الجانب الشفوي ديال اللغه الفرنسيه، كنخدموا مع جميع الفئات العمريه، الاطفال المراهقين والكبار. يعتبر معهد إشير من بين المراكز الرائده في تعليم اللغه الفرنسيه، بحيث يعتمد على اساليب بيداغوجيه حديثه في تلقين لغه التواصل والحوار بالاعتماد على افضل المناهج الدراسيه. السلام عليكم، فردوس 23 سنه من مدينه تطوان. انا التحقت بمعهد إشير باش نديفلوبي النيفو ديالي في اللغه الفرنسيه، وصراحه استفدت بزاف من هذا المعهد والخبره ديالهم في هذا المجال. بصراحه كنصح الناس اللي باغين يديفلوبي النيفو ديالهم في الفرنسي يلتحقوا بمعهد إشير. انا سجلت 2 وليدات في سنتر إشير. اللي عجبني بزاف هو انهم عطاو فرصه حتى للامهات انهم يجيو اوميطو مع وليداتهم باش ياخذوا ديكور في لا كومونيكاسيون، وكنصح كاع الامهات انهم يجيو لان فعلا غادي يلقاو واحد التحسن كبير بالنسبة للأبناء ديالهم. معهد إشير يتوفر على أساتذة لهم خبرة طويلة في المجال، والذين يبذلون قصارى جهودهم في تحسين لغة التواصل للتلاميذ والطلبة وفق برامج تعليمية فرنسية ناجعة. الحمد لله المعهد ديالنا لقى إقبال كبير من طرف الآباء، من طرف الطلبة، وكذلك الناس اللي خدامين، لأن الطريقة اللي كنخدموا بها مبدلة شوية على الطريقة الكلاسيكية اللي كتعتمد أساسا على الجانب الشفوي بحال اللي قلنا ديال اللغة الفرنسية. هاد الطريقة اللي كتمكن الواحد يطور الشخصية ديالو ويكتسب مهارات ديال التعبير والتواصل باللغة الفرنسية. Tu as l'air en colère. Qu'est-ce que tu as? Raconte-moi tout. Envolez mes écouteurs. Ne t'inquiète pas, respirez profondément. Inspire, expire. Deux fois, ça va tout soulager ta colère. Bonsoir, je m'appelle Lisa, je suis enseignante à l'Institut Échelle. Ça a toujours été plaisir d'intégrer cette équipe jeune et motivée. Notre concept au centre consiste à travailler une thématique par mois, ce qui permet aux étudiants et aux élèves d'apprendre plusieurs choses et d'améliorer leur langue française. Je conseille tous les élèves et tous les parents qui cherchent un centre très efficace pour l'apprentissage de la langue française de nous rejoindre ici au centre. و بالنسبه للتسجيل للدوره الثالثه فهو بدا ابتداء من 1 مارس. مرحبا بكم معنا، كاين بزاف ديال العروض، بزاف ديال المفاجآت، وبزاف ديال التخفيضات ان شاء الله.